السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من كارير مود تشيلسي. طبعا الحلقه اللي فاتت شفنا ماتش الانتر ميلان وماتش توتنهام وكريستال بالاس. خسرنا ماتش الانتر وتوتنهام ولكن كسبنا ماتش كريستال بالاس. النهارده عندنا ماتش مهم قوي قدام ايفرتون في جودسون بارك في ملعب ايفرتون. طبعا لازم الثلاث نقط النهارده، ما فيش كلام، لان سيتي ليها ماتش مؤجل ولو كسبته هتركب الدوري. طيب النهارده في الحلقه هناخد ماتش ايفرتون وهنشوف معانا ماتشات تانية ايه. تقريبا في ماتش الانتر، طبعا ماتش مهم جدا في دور ال 16 هناخده معانا، وهنحاول ندخل ساوثهامبتون في الشهر ده ويبقى قفلنا الشهر كله. وان شاء الله الحلقه الجايه نشوف بس ما نتاهل من الشامبيونز ليج، او لو لا قدر الله حصل نتيجه غير التاهل، هنقيم الموضوع بعد ماتش الانتر ان شاء الله عشان نشوف هنا الجدول هيتلخبط كله طبعا. طيب انا مشترك في الانترو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وشير الفيديو مع اصحابك. يلا بينا على الماتش. يلا يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا الماتش كده. عايزين ان شاء الله باذن الله نحاول نعمل نتيجه كويسه في الماتش ده، لان سيتي بتضغط بكل قوتها عشان ترجع تاني الصداره. يلا يا جيمس، خش يا بروخه، يلا بقى يا بروخه، بعيد عنك قوي، بعيد عنك، راجع يا جورجينيو. صح يا جورجينيو، قوي، هو ده اللعب الرجاله اللي بحبها. ايه ده، فاول يا جدعان، حلو قوي يا تشيلو. اضغط عليهم، اضغط هنا، راجع يا جيمس، اوعى دي يا جدعان. طلع من ظهرك يا جيمس، يعني مش معقول اول هجمه يجيبوا جول فينا يعني. اخلص يا كوليبالي، خش يا بروخه، فين يا جماعه، فين يا جيمس، حلو اقفل عليه، صح كده، صح كده، تبقى قوي. خش يا مون، يلا بروخه، يا بروخه حرام عليك، خطر دي، امسك يا مندي، خش يا ستيرلينج، حلوه كده قوي، يا باون، يا نهار ابيض على الكره دي، اخرج الشوط ده كده، صح يا جورجينيو قوي. يلا نكونكو، حد يزيد له يا جماعه، حلو قوي يا جيمس والله، يلا يا جيمس، حرام عليك، في اليمين تحت يا جيمس، تعالى نكونكو، تعالى راجع راجع، امسك يا مندي، امسك يا مندي، في يا مندي، اخلص يا مونت بسرعه، مفيش مجال ان انت تقعد ترقص الكوره كده، راجع راجع، حلو يا مندي قوي، قفلت عليه، صح صح يا تيجو قوي، اضغط يا جماعه، اضغط هنا، صح يا كربالي، هيصفر،
طبعا عملت تغيير يا جماعه، نزلت كوفازيتش مكان جورجينيو، خط الوسط محتاج يبقى فيه حيويه شويه، وجورجينيو بطيء قوي، الدنيا بايظه عندنا خالص يعني. تحت الجيمس تاني، صح يا حلو، يلا يلا خش يا بروخة، اركب استرلينج بقى، ايه دي فاول عليه هو، يا نهار ابيض عليك يا استرلينج، يلا بروخ خلص يا بروخ بقى، هنزل بروسيتش يا جماعه، ستيرلينج برضو مختفي خالص الشوط الثاني كمان، لا ما ياكلكمش كده يا جماعه، ما ياكلكمش كده والله، يا نهار ابيض على الكوره دي بقى، حلوه يا تيابو، نزل لي هافرتز، العيال تعبوا بصراحة، عمل مجهود جامد جدا يعني، طلع يا راجل طلع بقى من هنا بقى، ايه القرف ده يا جماعة، خش يا هافرتز يلا يا راجل بقى، وحشة كانتي قوي، الدوري بقى صعب جدا يعني بصراحة، الموضوع صعب قوي، زيد زيد معايا يا جيمس، حلوة بقى يلا بنسيتش، لسه فيها يا جماعة، يلا لسه فيها رجاله والله، يلا رجاله فوق يا جماعة، ايه تشيلوا اللي فيه ايه؟ بتاعك ده؟ اوفسايد؟ بصوا هما بيجروا ازاي؟ عندهم بوح لحد دلوقتي ازاي؟ حلو قوي، روح تشيلوا، روح يا راجل، حط يا هافرتز جول، اضغط يا هافرتز شوية عن كده، مشكلة ماتش الانتر جاي ومفيش، اللعيبة مش مرتاحة خالص، تعبوا تعبوا جامد، اقفل يا كوليبالي، حلوة يا تياجو قوي، خلص يا تياجو، حلوة يا رجالة والله، يلا مونت زيد يا مونت، خد في ظهرك يا مونت، يا بروخة خش يا بروخة، خلاص الماتش خلص، خلاص خلاص هارد لك يا رجالة، يعني عملتوا اللي عليكم، بس يعني شوية تفاصيل بسيطة بس، خلينا نخرج بنتيجة زي الزفت بصراحة من جودسون بارك. طيب ده شكل الجدول بعد ماتش ايفرتون سيتي، شكلها كسبت الماتش بتاع المؤجل، او بتلعب مع نفس الجولة دي بس عندها ماتش مؤجل لسه، يعني ليفربول كسب ومانشستر يونايتد كسب برضه ليهم ماتش مؤجل، احنا لو خسرنا الماتشات لو هم كسبوا الماتشات المؤجله دي احنا احتمال ننزل تالت او رابع كمان، لا تالت يعني، بس يعني مشكله كبيره، مانشستر سيتي كسب نيوكاسل وبعدهم شويه عن التوب فور،
طيب انسوا خالص ماتش ايفرتون وانسوا الدوري كله، واحنا عندنا ماتش مهم قوي قدام انتر في دوري الابطال، هو ده المهم بالنسبه لي. لازم لازم بمعنى الكلمه ان احنا نجيب جون هناك على الاقل جون، عشان نضمن ان احنا متعادلين في الماتش. يلا بينا على الماتش. طيب يا جماعه دي تشكيلتي في ماتش الانتر. طبعا في لعبه كتير غايبه بسبب الاجهاد، زي تياجو سيلفا بره القايمه خالص، جيمس نفس الكلام برضو على الدكه، ماونت برضو على الدكه، مفيش مجال. بص البوارات بتاعتهم عامله ازاي، لعيبه تعبانه تعبانه يعني، وجيمس اهو. فللاسف دي القايمه اللي موجوده، او دي اللعيبه المتاحه، وثقتي فيهم كبيره. يلا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول نكسب ان شاء الله النهارده. هو لازم نكسب باذن الله، بس يعني شد حيلكم معايا كده، اهم حاجه بس. يلا كانتي، يلا يا بوستو، فين بروخ؟ خش يا بروخ، حلو هافرتز قوي. مضغوطين يا جماعه، ما ينفعش كده والله. عاشق كل بالي، دي فاول، دي فاول ازاي دي حكم؟ يا رب يتصاب وانذار كمان. طب احكموا انتوا على الكوره دي يا جماعه بقى. اضغط يا كوليبالي، صح يا كوليبالي يا راجل، حرام عليك، عملت الصعب كله، عملت الصعب كله يا كوكوريا ولا فوفالا. هدي ركن شويه بقى، الحق يا هافرتز. ما تلعبش بأعصابنا يا مندي. يا راجل يا راجل، حلو يا جورجين. مين هيقابل بقى؟ مفيش حد، ماشي ارجع ارجع هافرتز. طلع كل بالك، لا وحشة جورجينيو، وحشة بجد. راجع كوكوريا، طلع جوستو. ليه يا حكم؟ لا مش ضربة جزاء يا حكم، حرام عليك والله. يعني تياجو سيلفا في ماتش الذهاب وجوستو في ماتش العودة. حرام والله. صفر. طيب بقى خلاص بقى، انا مش عارف انت هتصفر امتى بصراحه. طبعا هتصفر دلوقتي. طيب يا جماعه عملت التغييره، طلعت كوليبالي، طبعا عنده انذار وتعب جدا من ساعه ماتش ايفرتون لحد الشوط ده، ونزلت تشالوبا ان شاء الله يبقى قد المسؤوليه. احنا محتاجين جولين عشان نتعادل فيها ان شاء الله، بس يعني نظبط بس هجمه كده يعني، والدنيا تمشي معانا. خلص كورتك يا هافرز. لا ماونت مفتقدينه جدا، ماونت بيدي حيويه في نص الملعب بشكل كبير يعني. ما ياخدكش كده في ظهره يا راجل. مفيش مجال، انا مش عارف، مش عارف اسطع كوره حتى.
حلوه مندي، انزلهم بولوسيتش، يمكن الواد فيه بينزل بكلمه السر الجون بصراحه، ربنا يوفقه كده يا راجل. خلي بالك من دي، فاول فاول دي حكم راجع معايا تحت، راجع معايا. طب انا غرب الفرقه يا جماعه تغييرات كتير، حوالي 3 تغييرات تانيين، لان انا بصراحه الفرقه مش عارفين نخترق خالص. عند بول يا رب، طلع بفرق جناحاتك ليه وانت طالع؟ الكوره معاهم لسه؟ مين جاي؟ مش ممكن بجد، هو ده بيلاقوا الكوره في رجلهم. طالع هافرز هنا، اضغط بقى يا هافرز بقى. جون دي، يا نهار ابيض على الكرة دي، حلوة مندي والله. خلاص احنا بنسبة كبيرة خرجنا. لو الهجمة دي ما عملناش فيها حاجة، احنا طول الماتش ما عملناش حاجة، نعمل في الهجمة دي يعني. مفيش مجال خالص، مفيش. هم قافلين كل المفاتيح علينا. جون كمان، خلاص سكر سكر عشان ما نخرجش بفضيحه بقى في ملعب الانتر. ايه يا عم في ايه الكوره بقى؟ حرام عليك يا حكم بقى، في ايه؟ خلاص فضيحة بمعنى الكلمة، فضيحة في ملعب الانتر. هي فضيحة تحكيمية يعني، بصراحة فضيحة تحكيمية. ضربة جزاء مش ضربة جزاء، وضربة جزاء في ماتش الذهاب مش ضربة جزاء، وبلاوي سودة يعني، ما يعلم بها إلا ربنا. حاجة تقرف بصراحة يعني، ويعني أداء تحكيمي زي الزفت بصراحة. الحكم ده يعني لازم يتشطب من الفيفا كلها. طيب يا جماعه دي نتائج دور 16 بعد ما خسرنا ماتش الانتر. طبعا ريال مدريد كسب بنفيكا مجموع الماتشات 6-4، ويوفنتوس خسر من لايبزيج 7-3، واحنا خسرنا من الانتر 5-1. سيتي كسب نابولي 4-3، توتنهام كسب برشلونه 2-1، وميلان كسب سبورتنج 6-3. ميلان اللي كان تاني او اول مجموعه عندنا ولا تاني، صعد هو خلاص. ليفركوزن كسب اشبيليا 3-2، وليفربول خرج قدام اتلتيكو بضربات الجزاء. مفيش حد بفضيحه غير انا وليفربول، واحنا طبعا هم خرجوا بضربات الجزاء شكلها احسن بكتير من الخمسة واحد اللي احنا خسرنا بيها دي. اتمنى ما يقصرش في ماتش ساوثهامبتون، ماتش صعب قوي. بص اصلا الاداره فوق الريب بتاعنا بقى وحش قوي، احنا خرجنا من الكاس وخرجنا من تشامبيونز ليج وحاجه زي الزفت يعني ما عملناش حاجه اصلا، وحتى الدوري مش عارفين نفوز بيه. احنا مركز تاني، نشوف الدوري كده حصل ايه في الماتشات المؤجله. السيتي فارق عننا بنقطتين، طب الحمد لله لعب الماتش المؤجل بتاعه وعمل فيه ايه ما اعرفش، اتعادل 1-1 كويس، حاجه خبر يفرح شويه. ومانشستر وارسنال لو كسبوا الماتشات الجايه بتاعتهم دي هيعدونا كلهم. طب احنا مطلوب مننا نركز في ماتش ساوثهامبتون يا رجاله. شوف التشكيل كده، كده تشكيلتنا الحمد لله، الفرقه جاهزه، مفيش حد مرهق او حاجه. نركز في الماتش ان شاء الله، ونحاول لازم نرجع بالثلاث نقط، مفيش بديل. يلا يا رجاله.
يلا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش النهارده بديل على الثلاث نقط، ساوثامبتون بتهبط شكلها وهيموتوا نفسهم النهارده على الماتش. ابوس ايديكم ركزوا. اقفل يا جيمس فوق، صح كده، خليه يغلط. ايه نكونكو، ما تنشل شويه نكونكو. صيد اقفل فوق، اقفل فوق. حلوه يا مندي قوي، يا نهار ابيض على الكره دي. لا نكونكو وحش قوي فيها نكونكو. لا 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 غلطه منك يا تياجو كبيره، طلع في ظهرك يا راجل. يلا يا بروخه بقى، تشلك واحده كده من بتاعتك. يا مون بتشلت ايه بس يا مون؟ راجع يا كانتي راجع. حلوة جيمس أوي. يلا حد يخش لجوه، خش يا بروخة. حلوة موت أو جول، يا نهار أبيض على الكورة. حلوة تشيلو الأول. خش يا بروخة، بروخة بقى، ده الواد بيموت نفسه على الكورة فعلا، بيموت نفسه على الكورة بجد. يلا تشيلو خش استلم. حلوة قوي بروخة، هداف يا ابني والله. احنا خسرت الخمسه من الانتر، دي فرقت معانا جدا نفسيا بصراحه، الفرقه كلها اتهزت يعني. امسك يا مندي. يا راجل دي وحشه جدا الكوره دي. لا انا محتاج مهدئات بجد يا جماعه، الماتش على اعصابي قوي. ونكونكو بصراحه جيب الضغط يعني. حلو يا جيمس، مين هيكمل معايا؟ حلو يا مونت قوي. يلا يا رجاله قفل على كده بقى. ضغطوا عليه، ضغطوا على سيلفا. الحق يا عم مندي بقى. خلاص هيجيبوا لي الضغط والله. يا عم نكونكو خش بقى، انا محتاج تغييرات، محتاج انزل
بوليسيتش وكوفازيتش. مش فاول؟ مش فاول دي حكم؟ حلو يا تيابو والله العظيم قوي، امسك الكرة دي. راجع طيب. فاول ايه اللعب ده يا جدعان؟ ده طرد الكرة دي. انت هتخليك تصاب عشان ثلاث نقط. انا بقى اخنقكم في ملعبكم بقى. حاضر. خش تشيلو. يا راجل خش حطها بقى. معرفش ده مش اوفسايد والله. اتقل على كورتك اتقل. طلع مني. والله حلو مش وحشه. اليمين دي بقى انا كده كده هعمل تغييرات. خلصت تغييراتك خالص براحتك عشان الواد لسه بيلبس الشورت ونازل. يلا بسرعه يا جماعه بس اطلع انزلوا بسرعه. في واحد بس هينزل تاني معلش بس جاي اهو فوفانا جاي هناك اهو. خلص يلا فوفانا بسرعه. احنا دخلنا في الدقيقة الرابعة يعني مش عارف انت هتعمل لحد كام يعني بصراحة. ما نشوف بس. اخيرا بقى مبروك يا رجالة ثلاث نقط مهمين جدا. طيب يا جماعة ده شكل الدوري والجدول بتاعنا. سيتي فرق عننا باربع نقط. معرفش هم لعبوا ماتش زياده ده هم سبقونا بماتش دلوقتي. ويونايتد وارسنال طب الحمد لله الحمد لله احنا حافظنا على المركز الثاني ودي حاجه كويسه قوي نوعا ما يعني. ليفربول خرج بره السباق شويه في التوب فور وطبعا دي مشكله ليفربول مش هركز مع الفرق الثانيه هركز مع فرقتنا احنا بس. سيتي كسب مين طيب؟ انا عايز اعرف سيتي لعب مين اصلا. يونايتد اتعادل مع ساوثهامبتون وارسنال اتعادل مع مانشستر يونايتد النتائج دي كانت كويسه جدا يعني. وسيتي كسب ليفربول عشان كده. طيب احنا ماشيين كويس قوي الحمد لله يعني لحد ما في الدوري وان شاء الله كسبنا الماتش بتاع ليدز الجاي ده هنقرب من سيتي بنقطتين او لا نقطه واحده كمان كده. حلقتنا خلصت النهارده يا رجاله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناه وتشير الفيديو مع اصحابك. اشوفكم على خير. سلام عليكم.